ومزيد من التفاصيل حول الملف الليبي ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي الليبي نعيم العشابي. أهلا ومرحبا بك أستاذ نعيم. بداية برأيكم، ما هي أهم مخرجات مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية؟ وحقيقة أولا بداية مرحبا بك كريم، حياك الله. حقيقة أن مؤتمر باليرمو أظهر يعني شدة أو كما نقول الصراع بين الدول الغربية تجاه ليبيا. مؤتمر باليرمو يعتبر أظهر نوع من الفشل الكبير تجاه التوصل إلى حل حقيقي ومنطقي للأزمة الليبية. الواضح اليوم أن هناك حالة صراع أوروبية غربية وعدم اتفاق على استقرار ليبيا تحديدا من قبل الدول الغربية، وبالتالي إيطاليا وفرنسا تحديدا لم يكن هناك توصل حقيقي لاتفاق تجاه ليبيا. يبدو أن هناك رغبة غير معلنة لاستمرار الصراع بطريقة أو بأخرى. نحن نعرف أن الأطراف السياسية التي حضرت لمؤتمر باليرمو لا تكاد أو لم تقابل بعضها بعضا، ولم تطرح يعني إشكالية الصراع وحقيقة كيف ما تقول الخروج من الأزمة بمنهجية واضحة ومعينة. وبالتالي يعني نحن رأينا مثلا جنرال حفتر دخل إلى باليرمو، جاء زيارة ورجع، ومن ثم رأينا هناك أطراف انسحبت، إضافة إلى عدم توافق الدول كان هناك نوع من الأزمة واضح جدا. وبالتالي استمرار الصراع يبدو أن هو ما هو مستمر حاليا. نعم. اليوم يعني هناك حالة من الصراع الليبي، هناك حالة من الحرب بالوكالة بين الليبيين تقودها أطراف خارجية. هذه الأطراف لديها وكلاء محليون ليبيون هم يديرون دفة الصراع ويتلقون أوامرهم من طيب من هذه الدول الداعمة، وهذا الأمر أصبح للأسف شديد واقع يتعامل معه الليبيون اليوم ويكاد يدركه الجميع. طيب يعني هل نحن أمام صراع أوروبي بين فرنسا وإيطاليا لإدارة دفة الأمور في ليبيا؟ هذا هو الواضح اليوم، الواضح اليوم أن أزمة الصراع الأوروبي الفرنسي الإيطالي بدأت تطفو على السطح واضحا للعيان. نحن نعرف أن إيطاليا واتفاقية النفط واتفاقية الغاز من ليتا في إيطاليا وكيف تريد الحفاظ عليها، وأنا نعرف أطماع فرنسا في الجنوب والشركات التي تقودها هناك. لمن سترجح الكفة؟ وبالتالي هناك حالة من عدم التوافق، الكل يريد أن يتصدر للملف الليبي من هاتين الدولتين، والكل والطرفين يميلون إلى كفة مقابلة للأخرى. نحن نعرف أن فرنسا بطريقة أو بأخرى يتدعم حفتر التحرك العسكري الذي يقوده حفتر، ونعلم أن إيطاليا يعني تدعم بغض النظر على ما يطرحه المجتمع الدولي. بالنسبة إلى الموقف الفرنسي، لماذا اختارت باريس حفتر لتدعمه ولم تفكر في دعم الحكومة التي تحظى بشرعية دولية؟ يعني هذا هو صراع، يعني هذا أمر يعني تقوده مصلحة فرنسا. فرنسا ربما رأت أن هذا الأمر في مصلحتها أكثر من دعم الحكومة، حكومة الوفاق. حكومة الوفاق مهما كانت وإن كانت هي جاءت برعاية أممية وكذا، ولكن حكومة الوفاق بها نوع من الضعف وعدم السيطرة على ليبيا بصفة عامة، وكذلك لا سيما طرابلس. نعرف يعني الأزمة في طرابلس ومن يعني الصراعات والميليشيات التي تقود يعني هذا الصراع هناك. برأيك الولايات المتحدة الأمريكية أين تقف من هذا الصراع، خاصة وأن عينها تبقى على النفط الليبي؟ حقيقة يعني لا أستطيع يعني أن أجزم ما هو توجه الولايات المتحدة تجاه ليبيا، ولكن يبدو أن ملف ليبيا للولايات المتحدة هو ملف ليس ذات عنوة كبيرة، ويبدو أن هناك صراع يعني صراع ما بين الدول. هناك حالة من الانتظار لدى الولايات المتحدة حتى يتم ربما تصفية هذا الصراع الحاصل لوجود ربما نتائج متقدمة. أنا ما أريد أن أجزم، ما أريد أن أؤكد عليه أن حالة استمرار الصراع هناك رضا دولي وربما رضا غربي من الدول تحديدا على استمرار الصراع في ليبيا لوجود بسبب عدم الاتفاق والتوافق. فالكل اليوم يعني لا توجد رغبة حقيقية من المجتمع الدولي سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو كانت الدول الغربية الأوروبية على استقرار ليبيا،
وهذا امر واضح اليوم. حتى مساله الانتخابات، مساله الانتخابات عندما يعني كان في مؤتمر فرنسا السابق وهذا مؤتمر بنير، من المستحيل ربما هناك حاله من العجز على استمرار او تفعيل الانتخابات في موعدها المحدد. بالتالي هناك تزال هناك حاله من الازمه وحاله من الصراع، وربما هناك حاله من تغيير وقلب الموازين مره اخرى. يعني قد ونذهب ونجد حكومة أخرى أو نجد سيطرة لجهة أخرى على جهة، وقد تتغير الموازين في أي لحظة. كان معنا عبر الهاتف الصحفي الليبي نعيم العشيبي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.